اهلا من جديد مشاهدينا الكرام، نتواصل معكم مباشره الى الشروق نت، اضاءه على ابرز موقعنا على الشبكه العنكبوتيه مع التحليل، ويرافقني كحال كل اثنين مدير تحرير هذا الموقع الشروق دوت نت اليق. مرحبا بك، صباح الخير. صباح الخير. كيف الاحوال؟ تمام؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله. اخبارك؟ القهوه كيف الليله الصباح؟ والله لسه نحن نشرب قهوتنا بعد الصباح. سكر ولا من غير سكر؟ زي اللي عاوز اجيب لك قهوه كده من غير سكر، نحن ناس فتنا سن ال 40 خلاص. اها، دي مشكله كبيره. مشكله. طيب نبدا مباشره مشاهدينا من هذا الخبر. حمدوك يبحثوا مع حركه العدل قضايا الاسرى. أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوكي يوم أمس الأحد أن السلام والاستقرار بالبلاد يمثل أهم أولويات الحكومة الانتقالية. وبحث حمدوكي مع وفد لحركة العدل والمساواة قضايا الأسرى والنازحين وإحكام التنسيق مع الجهات المعنية لزيارة وفد حركة العدل والمساواة لولايات البلاد المختلفة. والتقى حمدوك بمجلس الوزراء بوفد الحركة بقيادة آدم نعيس إبراهيم حسبه نائب الأمين العام للحركة، الذي أوضح في تصريحات له دعم حركات الكفاح المسلح كافة للحكومة الانتقالية، سيما وأنها تمثل إرادة ثورة ديسمبر المجيدة. هذا اللقاء بليغ ممكن تطرق لجهود الحكومة الانتقالية لتحقيق عملية السلام. تأكيد السيد رئيس مجلس الوزراء أنه السلام الاستقرار يمثل أولويات الحكومة الانتقالية. تأكيد أيضا من وفد الحركة أنه كل حركات الكفاح المسلح تدعم كافة تحركات الحكومة الانتقالية. أولا، حركة العدل والمساواة حركة مهمة جدا ضمن تحالف الجبهة الثورية، اللي هو الآن جزء أساسي من مفاوضات السلام. السيد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ذكر في أكثر من مناسبة أن السلام أولوية بالنسبة للحركة، بالنسبة للحكومة الانتقالية، وهو في رأس أولويات الحكومة الانتقالية، تليه المشكلة الاقتصادية والمشاكل الأخرى التي الآن تواجه الحكومة الانتقالية. وفي هذا تتحرك الحكومة الآن. حركة العدل والمساواة، الوفد الآن موجود في عندها وفد الآن موجود في الداخل، زار ولايات دارفور وزار مناطق النزاعات وأجرى لقاءات عديدة في الخرطوم. هذا تقدم كبير في ودفعة كبيرة لعملية السلام، بالإضافة لوفدها الآن الموجود في مفاوضات السلام في جوبا. وتأكيد جميع حركات الكفاح المسلح بدعم الحكومة الانتقالية لكي تمضي في مشروع السلام والمشاريع الأخرى الكثيرة التي تواجه الآن السودان وشعبه. الحكومة الانتقالية الآن تتطلع إلى المضي قدما، ومن خلفها الشعب السوداني. نعم. جميعا يتطلعون إلى مشروع السلام يلبي كل المطالب في مناطق النزاعات وغيرها من مناطق السودان التي ظلت تعاني طوال العهد البائد من مظالم ومشاكل عدة. نتمنى أن يتوج السلام باتفاق يجمع شمل الجميع ويقود الجميع إلى الديمقراطية المنتصرة. هذه أمنيات، لكن ماذا على أرض الواقع؟ بالأمس قرار أنه تم تأجيل إعلان جوبا إلى فبراير 2020. عبد الواحد محمد نور بعيد عن المشهد حتى الآن. أعتقد أن التأجيل لأن هو تمديد وليس تمديد. تأجيل التمديد من أجل المضي قدما في مفاوضات السلام. المفاوضات صحيح أنها تواجه عقبات ليست بسيطة، عقبات كبيرة جدا. وهذا من تركيبة المشاركين في المفاوضات، تركيبة متنوعة وتركيبة كبيرة جدا ومتنافرة. هذا أمر يجب أن يفهمه الجميع. المفاوضات الآن حتى الآن بدأت في مسارات ولم تبدأ في مسارات أخرى. في مسار المنطقتين مثلا بدأ في حركة الحلو مع حركة الحلو وتوقف. المسارات الخاصة بالجبهة الثورية منها مسار دارفور ومسار الشرق السودان ومسار الشمال ومسار الوسط، وهي خمسة مسارات جميعها طبعا، منطقتين والشمال والوسط والشرق
وكل هذه تواجع عقبات ما في ذلك شك. الأمر المهم هو أن جميع الأطراف مصممة على استمرار المفاوضات إلى آخر شوط. نعم.